سؤال: هل يجوز لي أن أصلي وأنا سائرة في الشارع الصلاة التي أصليها قبل النوم بالأجبية؟ لا طب ممكن، مش هتقدر تركز، لأن لو ركزت في المزمور أو القطعة جايز سواق عربية ما يركزش في السواقة بالنسبة لك. هو أحسن حاجة الصلاة في الشارع الصلوات القصيرة المتقطعة، مش صلاة دايما. لكن لو قدرت تقولي مزمور خفيف ممكن، بس جايز ما تقدريش. وذلك لأنني أكون في آخر اليوم الشاق ومتعبة وبلا أي نشاط، وأقول لنفسي إنه من الأفضل أن أصلي في الشارع أحسن ما أصلي في البيت. زي الإنسان اللي يسجد لكي يستريح، مش يسجد لكي يخشع أمام الله. يعني كده حالة استرخاء، حالة السجود مش حالة خشوع.